زوار وأوفياء قناة كلاش تي في، سلام الله عليكم. فيصل القاسم إعلامي قناة الجزيرة، ما دار فيها ما يصلح، وخشى قمقومه في الشأن الداخلي للمملكة المغربية. فيصل القاسم المعروف بالشعبوية والتسواقيت، أوصف الجيش المغربي الملكي بالمحتل، وقال بأن الصحراء غربية. هذا الكلام كيتعلق بشي خبر نشرته بعض المواقع الإلكترونية الموالية لجبهة البوليزاريو. والسي فيصل القاسم محشم مراعة وهز داك المنشور وبارطاجاه مباشرة في الحائط ديالو على الفيسبوك. فيصل القاسم محشم مراعة وقلل الحياء لمالك البلاد، بحكم أن هذا المنشور كيتضمن واحد العنوان كيقول بأن الانفصاليين يتحدون الملك محمد السادس. أنا بعدا من هذا المنبر بغيت نرفع القبعة ديالي عاليا احتراما وتقديرا الفيسبوكيين الأحرار الشرفاء أولاد بلادي، واللي ما عطلوش فيصل القاسم نهائيا وبدأوا عليه بالتعليقات والتبليغات حتى جبروه باش يقوم بالتعديل ديال المنشور اللي كان حاطه على الفيسبوك ديالو، وداروا عليه واحد الهجمة ما كانش كيتصورها، خربقات ليه المزاج وضوخات ليه الضمير. وامو البرنامج الاتجاه المعاكس هو فعلا معاكس لكل حق وأصحاب قضية عادلة. واش تصحابك بأن المغاربة بحال دوك الضيوف الهبال ديالك اللي كتعيط ليهم وكتشعل العافية بيناتهم وكترجع اللور وكتخليهم يتناطحوا باغي تشعلها حرب عربية عربية؟ الله يجعلها تشعل ليك في شطايطك يا رب إن شاء الله. دابا انت السي فيصل القاسم كيفاش كتقول على نفسك صحافي موضوعي ومهني ومحايد وفي نفس الوقت كتروج لخطابات الانفصاليين وكتنشر التحريضات ديالهم ضد الجيش الملكي المغربي وتجي وتقول بأنك موضوعي؟ واش هذه هي الموضوعية يا سيد فيصل؟ أنا بعدا شخصيا هذا فيصل القاسم كيبان لي أن سنانه لوبيا المملكة المغربية، وشحال من مرة أنشر العديد من الأخبار الزائفة حول المغرب واللي بطبيعة الحال نقلاتها جميع وسائل الإعلام في البوليزاريو والجزائر، ورحبت بها واحتفت بها بزاف واتخذتها مادة دسمة للعديد من المواضيع التي اشتغلت عليها طيلة أيام. وحتى ذاك التعديل اللي درتي على العنوان ديال التدوينة اللي نشرتيها على الحائط ديال كاسي فيصل فكيبين بكل تأكيد أنك ما زلت مصرا على إهانة واستفزاز الشعب المغربي. شنو زعما غادي تقول لنا راني درتها بين مزدوجتين ونسبت هذا الكلام للطرف الآخر وماشي أنا هو مول هذا الكلام؟ شوف السي فيصل، أنا ربما أصغر منك في السن ولكن عندي تجربة ديال أكثر من عقد ونصف في تحرير جميع الأجناس الصحفية، وكنعرف النوايا جيدا ديال كل صحافي ملي كيبغي يحرر عنوان من العناوين وكيفاش يمكن ليه يدس ليك رسائل مشفرة ما وراء السطور. إذن هذا الكلام ما تقولوش لينا وما تدعيش بأنك موضوعي ومحايد في قضية الصحراء المغربية. واخا السي فيصل نعتبر أنك موضوعي ومحايد، إذن علاش لي ما تنشرش مثلا تدوينة أخرى تقول فيها مثلا الجيش المغربي الباسل يدك قلاع البوليزاريو ويدمر أسلحتهم ويطردهم من عين المكان؟ علاش مثلا لي ما نشوفوش بحال هاد العناوين في الحائط الفيسبوكي ديالك؟ علاش حنا كنحترموا الرئيس القطري وعاطينو التقار بطبيعة الحال حيت سجلنا عليه مواقف مستحسنة لفائدة القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة؟ والشيخ تميم كيحترم الملك ديالنا وكيوصفه بالأخ وكيعبر على كل التقدير والمساندة والدعم ديالو ليه، ولهذا ما يمكن لنا إلا نحترموه ونعطيوه جبر ديال التيساء. يعني أي واحد كيوقف مع المغاربة في القضايا العادلة ديالهم ما يمكن لنا إلا نقدروه ونرفعوا ليه القبعة. وباش تكون في خباركم ففيصل القاسم عنده سوابق في إثارة النعرات الطائفية والنزاعات. فيصل القاسم حكموا عليه في سوريا يعني بلاده الأصلية بالإعدام رميا بالرصاص، وهادشي من بعد ما تمت المحاكمة ديالو غيابيا من أجل جرائم دعم الإرهاب والعمل ضد الدولة، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية. كذلك اتهمته محكمة قضايا الإرهاب بسوريا بتحريض السوريين على الاقتتال الطائفي ودعوتهم للتسلح ضد النظام.
إضافة إلى إرسال مبالغ مالية وأسلحة حربية إلى مجموعات إرهابية كما تقول الحكومة السورية في بلاغ سابق لها. هادشي يا فيصل القاسم بيناتكم، احنا ما عندنا علاقة به، ولكن الأكيد أنه لا دخان بدون نار، وما يمكنش لهم نهائيا يضربوك بحكم بالإعدام كون ما كانش عندك شي يد مع جهة من الجهات اللي كتقاتل في سوريا. ومن المعلوم أن جميع التدوينات اللي نشرها فيصل القاسم مؤخرا على حائطه بموقع الفيسبوك كلها كانت كتير الكثير من الغضب والسخط والاستنكار في صفوف المواطنين المغاربة الأحرار، وهادشي اللي خلى الآلاف من المواطنين المغاربة يشنوا هجمات ديال الانتقادات على فيصل القاسم وكيوصفوه بالمحرض على القتال والحروب. وقام فيصل القاسم بتعديل المنشور بعدما أرد عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة مذكرين إياه بأن ما جاء في المنشور هو تضليل، كما أرد عليه أحد المغاربة قائلا: لا أعرف من يكونون أصحاب هذه الحسابات، لكن يبدو من مواضيعهم أنهم بلداء جهلاء وحقراء، لأنهم يتكلمون عن مغالطات لا أساس لها من الصحة، ومن يريد أن يرى الحقائق عليه بزيارة المغرب الصاعد بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال لنا في عمره، وشعارنا الخالد هو الله الوطن الملك. وقال مواطن آخر أن كلمة الاحتلال هي كلمة لم تذكر حتى في تقارير الأمم المتحدة، ولكن عند الجهلاء هي بمثابة الترويح عن النفس من شدة كرههم للمملكة التي تعمل بصمت لتنمية بلدها ولا تتدخل في شؤون الآخرين. وعلق مواطن مغربي آخر قائلا: السيد فيصل القاسم تتحدث عن نذر حرب عربية عربية، ولذلك لا تأتي بأي معطيات دقيقة ومحايدة، أنت فقط تذكر بيانات عسكرية لمعارك لا تتجاوز ساحتها مخيلة من يخترقها ويصدقها، هي مجرد أوهام في أوهام، وغرضها هو التصعيد والزج بالمنطقة في مواجهة عسكرية مفتوحة. كان معكم محمد البوداري من قناة كلاش تيفي. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. كذلك شاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.